حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا في هذه المحاضرة الإلكترونية التي تقيمها جامعة الكفيل. موضوع ورشتنا أو محاضرتنا لهذا اليوم هو How to find a suitable scientific journal for your master's. في الحقيقة هذا الموضوع يهم شريحة كبيرة من الباحثين والطلبة الدراسات العليا. خبرتي بهذا المجال قد تكون بسيطة مقارنة بخبرة الأساتذة الموجودين ويانا، لكن مع بساطة هذه الخبرة أحب أضعها بين أيديكم وأتعلم منكم طبعا، وإن شاء الله أحاول أجيب على أكثر عدد ممكن من الأسئلة. وسامحوني لأنه راح أبدي من البداية، يعني قد يكون الموضوع من البداية ممكن للي عنده معلومات كافية، لكن لازم أشرح من البداية، يعني لازم أشرح بالضبط اللي هي تكون أساسيات حتى اللي موجود واللي ما عنده أي يعني خلفية عن الموضوع يكون متابع يعني الشرح من البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأوتلاين أو المحاورة اللي حنتناولها بهذه المحاضرة هي، ما أعرف دكتور اللي صوت ناصي؟ لا دكتور، هسه أحسن صار دكتورة، تفضل. أوكي شكرا. المحاور اللي حنتناولها بهذه المحاضرة هي الأكاديميك أو جورنال داتا بيزز، السكوبس أند ويب أوف ساينس، الجورنال رانكينج، هاو تو ايدنتيفاي ويب أوف ساينس أند سكوبس إندكس جورنالز، جورنال سيلكشن تولز، ديلينج وذ هيريديتري جورنالز، والفري جورنالز. يعني بالأخير إن شاء الله راح نتعرف على المجلات اللي هي تكون تنشر مجانا. فإن شاء الله يعني أحتاج صبركم ويانا لأن الموضوع طويل إلى أن نوصل إلى هذه المرحلة. فبالبداية نبدأ بأول موضوع اللي هو الأكاديميك داتابيزز، اللي هي عبارة عن collection of information that is commonly used for research and writing. كل المعلومات اللي إحنا نحتاجها حتى نكتب وحتى نبحث اللي هي تتضمن الأكاديميك جورنالز، البوكس، الكونفرنس بروسيدينج اللي موضوع معين أو بالفيلد أو باختصاص معين. من ضمن الداتا بيزز اللي موجودة حاليا هي الويب اوف ساينس، البوب ميد، الاير، الاي تروبل اي اكسبلور، الساينس دايركتوري اوف اوبن اكسس جورنالز. هذني الموجودات حاليا اللي هن الداتا بيزز. شو اللي يحدد اختيارنا لاي وحدة من هذه القواعد البيانات؟ اللي يحددها هو البحث، يعني البحث مالتنا كل ما كان في الكواليتي مالت البحث مالتنا جود كواليتي او هاي كواليتي، كل ما قدرنا ننشر بهذه المجلات او بهذه قواعد البيانات اللي هي نعتبرها عريقه واحنا مطمئنين لانه ما راح يجينا اي رفض ولا راح تكون عندنا اي معوقات. احنا راح ناخذ اليوم فقط اثنين من هذه قواعد البيانات اللي هي السكوبس، وناخذ الويب اوف ساينس او الكلاربيت. نبدأ بالبداية بالسكوبس. السكوبس طبعا اكو هواية يسمعون بها، يعني يسمعون باسمها بس ما يعرفون هي شنو. فالسكوبس هي واحدة من قاعدتي بيانات تجارية كبيرة اللي تغطي اغلب الاختصاصات العلمية والادبية. بالاضافة الى بحثنا عن هذا، عن يعني نقدر نبحث بهذا الموقع عن المقالات البحثية، ايضا نقدر نبحث عن باحث معين، يعني مثلا اثر بروفايل، نقدر نشوف الباحث هذا ايش قد عنده بحوث، ايش قد عنده سايتيشن، يعني ايش قد ناس زايره بحوثها ومستخدمتها. ايضا الاتش اندكس نقدر نتعرف عليها. سكوبس هي مملوكه لدار النشر المعروفه اللي هي اوبسيفير، واللي هي سكوبس تضم اكثر من 22 الف مجله واكثر من 5000 دار نشر. ما راح نطول عليكم موضوع السكوبس، لكن راح نشوف شلون ندخل الى هذه قاعده البيانات. اول شيء اذا اريد اشوف انه جورنال موجوده بالسكوبس ولا لا، مجرد ادخل على هذا الموقع اللي هو scopus.com، هذا الموجود، مجرد انا اسوي له نسخ وادخل عليه. ايضا عندي الموقع الثاني اللي هو SJR او سيماكو جورنال رانك، هذا ايضا نقدر ندخل، يعني اثنين عشان نقدر ندخل عليهم. بالنسبه للموقع الاول اللي هو scopus.com، هذه الواجهه مالته.
هذه الواجهة مع تلسكوبس، هذه بس نبغى تلسكوبس دوت كوم بالجوجل تطلع لنا هذه الواجهة. أول شيء إذا أريد أبحث عن مجلة معينة، مثلا أريد أبحث، أنا يعني عندي مجلة موجودة بس أريد أشوفها موجودة ضمن قاعدة بيانات تلسكوبس لو لا، أدخل على هذا اللي هو سورسز. هذا إذا أريد أبحث عن باحث معين، يعني مثلا أنا باحث معين أريد أشوف عندي اسمه وأريد أشوف عنده بحوث ايش قد، أو أريد أعرف يعني ايش اندكس مالته أو أي معلومات أخرى عنه، أدخل على هذا اللي هو الأثر سيرش. أكو ملاحظة ثالثة إنه هذه أكو تبويب هنا ثالث. هذا التبويب هسه أراكم إياه من ندخل على الموقع يعني أونلاين، اسمه الداشبورد. هذا لأنه أنا ما سجله هنا، فهنا أكو شيء اسمه كرييت أكونت هنا بهاي الجهة. إذا أنتم ما مسجلين بهذا الموقع، لا ما مسجلين به يعني ما مسجلين دخول، راح يطلع لكم فقط سورسز وأثر سيرش بس. وهذا الشيء كافي بالنسبة لأي أحد يريد يشيك مجلة، يريد يطلق مجلة، يريد يبحث عن مجلة، يريد يبحث عن باحث معين، هذا الشيء جدا كافي. معلومات زيادة يريد مثلا هو يتواصل ويا موقع سكوباس، يريد يراسلهم، يريد كذا، يسوي هنا كرييت أكاونت، يقدر يعني يسوي أكاونت هنا بسكوباس، يصير عنده أكاونت يقدر يتواصل وياهم، تطلع لنا تبويبة ثالثة. هسه أراوكم إياهم ندخل الموقع اسمها تشبورد. هسه هذا السورسز، هذه السورسز هسه هاي، إذا أريد أضغط عليها، إذا أريد أضغط عليها شو حيطلع لي؟ حيطلع لي هذه الواجهة اللي هي هذه الواجهة حيطلع لي إياها. بس عندي هنا عندي قائمة منسجلة، هذه القائمة بس أضغط عليها طلع لي مجموعة خيارات. إذا أنا عندي مجلة معينة أريد أبحث عنها وأشوفها موجودة ضمن قاعدة بيانات سكوبس، مجرد إنه أختار خيار الـ ISSN أو الرقم المعياري أو تسلسلي المجلة. كل مجلة لها رقم معياري أو تسلسلي، وهذه المجلة إذا أريد أدخل الرقم هنا، بس أدخل الرقم هنا راح أنطي اللي هو find هنا sources، أنطيه يطلع لي معلومات المجلة هنا كلها تكون موجودة. فإذا أول شيء اختاريت الـ ISSN، خليت الرقم هنا وقلت له find sources، طلع لي هذه المعلومات. بس أدخل على هذه المجلة فقط أنقر عليها يعني هذا العنوان، رأسا تطلع لي كل المعلومات الخاصة بالمجلة. الموقع الثاني اللي حكينا عليه اللي هو ال SJR أو سيماغو جورنال رانك أو كونتري رانك، هذا أيضا نفس الشيء هم تابع اللي هو لقاعدة بيانات سكوبس، وأقدر أيضا أبحث هنا. إذا تلاحظون مكتوب Enter Journal Title، ال ISSN، ال Publisher Name، يعني أقدر أبحث عن اسم المجلة، أو أقدر أبحث بالاسم الرقم المعياري، وأقدر أبحث عن الناشر مال كل مجلة، وأيضا يطلع لي معلومات. لكن ال SJR مشكلته شنو؟ مشكلته إنه هو يتأخر بالتحديث شوية. يعني مثلا إذا مجلة طالعة من سكوبس، موقع سكوبس دوت كوم يقول لي ما موجودة طالعة، بينما ال SJR يقول لي ongoing، مثل ما هسه راح نشوف. فال SJR لا يعتمد عليه بالنسبة للترقيات العلمية الخاصة بوزارة التعليم العالي العراقية، لا يعتمد عليه لأنه تحديثه يتأخر، فاعتمادهم الكلي على موقع سكوبس دوت كوم. هسه راح نروح لموقع اللي هو سكوبس، اكتب فوق بالسيرش سكوبس دوت كوم. هذا فقط اكتب سكوبس دوت كوم هو حيطلعني دايركت، هذا هو الموقع. هذا هو الموقع المفروض هو طلع لي الموقع. انا اريد هسه مثل ما شرحت لكم قبل شويه، قلت لكم انه الصوره اللي كانت عندي ما بها هذا الداشبورد، ما موجود لانه انا مسجله دخول هنا فهو يطلع لي اياها. بس احنا خل ابدي احكي بها هاي شويه. هذا شو وظيفتها؟ هذه وظيفتها انه حطلع لي الاكتيفيتيز اللي انا سويتها ويا موقع سكوب. يعني شنو؟ يعني مثلا انا قبل فتره مصر عندي مشكله بموقع سكوب، اروح يعني مثلا شنو، مثلا مره من المرات كان عندي خطا بالافليشن مال السي اللي هو شوفوا حطلع لنا كل الريكوست اللي انا سويتها. شوف مثلا يوم 8 ديسمبر 2019 غيروا لي الافليشن مالتي، شوف كاتبين لي كومبليت، يعني هم مسوي لي اياها.
بعدين كان عندي بحث ما موجود من ضمن بيانات سكوبس، فرحت راسلتهم دزوا لي اياها بيوم 20 فبراير. ايضا بعدين ايضا هم عندي بحث ثاني، فاي بحث يطلع عندي بالمجله ما القاه موجود بيانات سكوبس، يعني انتظر فتره ما القى اروح اراسلهم. فاراسلهم فهم شو يسوون؟ يسوون هذين الاشياء كلهم يخلوا لي اياها بالخانه ما يسموها داشبورد، لوحه القياده هاي خاصه بي يعني. انا اريد اراسلهم مثلا ما دام وصلت لهاي المرحله، واكو هواي يعني ما يعرفون شلون يراسلون سكوبس، ان انا اضغط على الكستمر سيرفيس هنا اشوف كونتاكت اب. هو مو موضوعنا بس ما يخالف، يعني اكو هواي باحثين تواجههم هاي المشاكل، فما دام وصلنا لهاي المرحله فاخليها. مثل ما شفتوا ضغطت على كونتاكت اب وطلعت لي قائمه هذه من ضمنها ايميل، بس مجرد اضغط اني على الايميل هذا مش راح يسوي، انا ما دام مسجله عندهم هنا، ما دام مسجله فمعلوماتي كلها حتطلع هنا موجوده. شوفوا هاي معلوماتي، اسمي، الاكونت مالتي. انا شو اسوي هنا؟ اكتب الطلب مالتي، مثلا ايش اريد؟ انا عندي ميسنج دوكيومنت، يعني عندي دوكيومنت موجوده بالمجله وهي هنا ما موجوده، اختار مثلا هذا الخيار. هيطلع لي هو خيارات، يقول لي طيني الاس اس ان مال المجله، ايش قد الفوليوم مالتها، ايش قد التايب، وهكذا. او مثلا عندي مشكله وين؟ عندي مشكله بالافليشن مالتي، بروفايل مثلا، اقول له افليشن بروفايل كوركشن. يعني شلون مثلا بعض الباحثين، يعني مثلا هو على جامعه بغداد، فالافليشن مالتي او الانتماء مالتي مكتوب يونيفرستي اوف بغداد. لما ينقل ورا فتره من الفترات مثلا جت الفرصه ونقل على جامعه ثانيه مثلا جامعه المستنصريه، البحوث مالتي لازم يحولها وياه على الجامعة المستنصرية، فهذا ما تتحول البحوث إلا إذا صححوا الأفليشن، لازم من الأفليشن يصحح ينكتب وياه من ويا اسمه الجامعة المستنصرية أو المستنصرية يونيفرستي. فهاي الأشياء شلون تصير؟ لازم يراسل موقع سكوبس، من يراسلهم من هاي الطريقة اللي قلت لكم عليها، يختار هذا الأفليشن زين وبعض الخطوات يعني أخرى، وبعدين يدز لهم إيميل. طبعا هم شو يسوون؟ راح يقولوا لك انه الريكوست مالتك وصلتنا، وهذه وراء 24 ساعه راح يجاوب وياكم فعلا وراء 24 ساعه يجون يقولون شنو المشكله اللي عندكم. فانت تكتب له تقول له هاي مشكلتي، مثلا اريد اغير الافليشن مالتي من هاي الجامعه لهاي الجامعه، فعادي هو يقول لك راح تتاخر، يعني هو التحديث مال بيانات سكوبر دائما يعني ياخذ من اسبوعين لثلاث اسابيع، يعني مو يوم ويومين، فورا اسبوعين او ثلاث اسابيع او مقدمهم اربع اسابيع يتغير الافليشن ويجدوا لك ايميل يقولوا لك احنا غيرناها، وهذا اللينك ادخل على هذا اللينك وتلقى، يعني كلش مربوطين سكوبر، كلش مربوطين من هاي الناحيه. يعني مجرد يعني هاي ذكرتها لانه اكثر الباحثين شوي يعانون صعوبه من مراسله بيانات سكوبر، وقلنا من هنا من الايميل. هذا بالنسبه للديشبورد. بالنسبه للاثر سيرش اللي هو اريد ابحث عن باحث معين، هذا الباحث المعين هنا شنو؟ باحث معين هنا مثلا اريد اكتب فيرست نيم، بالبدايه اكتب الاسم الاول مالت الباحث، وهنا اكتب اللاست نيم اللي هو اسم الجد اخر اسم. اريد الافيليشن تبدون تكتبونه، تردون كيفكم. اكو اوركيد اي دي، اوركيد اي دي خاص بالباحث، يعني مثلا انا ادخل على الباحث الاوركيد مالته واطلعه، وعادي مو اي شيء، يعني عادي مو مشكله ياخذ الاوركيد اي دي وعباره عن رقم ينسخه. هنا يقدر يبحث يجيب الباحث نفسه، مثلا هنا احتمال يجيب لي اي احد ثاني، يجوز مو اني يطلع لي، بس الاوركيد اي دي ما يقبل على، لان هذا الاي دي خاص بالباحث نفسه، ارقام خاصه بباحث واحد، يعني ما تتكرر هذا الارقام. بس انا اريد ابحث مثلا حسب المعطيات، لان انا دائما ابحث فتطلع لي البحث مالتي، دائما ابحث فحسب اللي هذني المعطيات اللي خليتهم اللي هو اسمي واسم جدي. هذه طلعت لي هنا اللي هو اثر سيرش، طلع لي الاسمي، طلع لي الدوكيومنت ايش قد عندي، الاتش اندكس، الافليشن مالت يونيفرستي اوف الكثير، السيتي، والكانتري اللي هو العراق. بس ادخل على هذا الواجهه، هذا الاوركيد اي دي اللي قلت لكم عليه، هذا مثلا اذا اروح على نسخه واسوي بالبحث راح يطلع لي على نفس الواجهه، حيطلع لي التفاصيل الثانيه اللي هي الافليشن، هاي هنا قلت لكم عليها المزرستي مثلا او في الكثير، اذا واحد يريد يغيرها، اذا واحد يريد يغيرها هنا بهذا البروفايل ما يقدر الا يروح يراسل بيانات سكوبر. واي شيء اي مراسله بينكم وبينهم في حاله الدخول هنا كله يطلع هنا بالداشبورد، كله موجود، كله متوثق. هذه البحوث اللي موجوده، الاتش اندكس مالتها ايش قد كذا، يعني
هاي بالنسبة اللي يريد يتعرف على الموقع سكوبس وش بيه ماله. احنا المهم عندنا بهذا الموضوع هو السورسز، هذا السورسز اللي شرحناه قبل شوية وقلنا منه ريت ندخل. هسه اذا تشوفون الموقع، اذا تشوفون الموقع شوف ايش قد يبي، 41 و154 مجلة، يعني شوفوا هاي اذا اريد ادور لي مجلة هنا ادوخ من اشوف هذا الرقم. فاني اريد مجلة مثلا معينة او باختصاص معين. هذا اللي هنا قبل شوية شرحته وقلت اذا عندي معياري انا عندي هاي المجلة، هذه المجلة عندي الانترناشونال او سيريال نمبر مالتها زين. فانا جيت سويت مجرد انسخ الرقم واروح هنا اختاريت البحث هنا، هذا القائمة المنتقلة قلنا اختاريت الاي اس اس ان، بس مجرد انه انا اخلي الرقم هنا حتى هو هنا اجاني هو والاسم مو في المشكلة، واقول له فايند سورسز ما اخذها لانه هي والاسم بس. هاي المجموعة ما أعرف ليش نزلتها بس مو مشكلة، خل هسه أراويكم بعد طريقة ثانية. خل هسه أضغط على العموم هو نفس الطريقة الـ ISSN مال المجلة، مجرد أجيبه وموجودة هنا اللي حول أنا خليتها يمكن. راح ادخل على المجلات الموجودة اصلا هي هنا بهذه قاعدة البيانات، راح اختار منها subject area، هنا راح اختار الاختصاص، يعني الاختصاص مثلا اي اختصاص، مثلا هسه انا راح اختار الكيمستري، راح اختار الكيمستري هنا. هذا الكيمستري اختارها، الكيمستري تدرون بها تفرعات اكثر من برانش، فمثلا اختار الاناليتيكال كيمستري، اختار مثلا اورجانيك ان اورجانيك اي شيء، اقول له ابلاي اطبق. اذا ملاحظين ماكو مشكله اذا صار بهذا الموقع شوية نفس ضعيف لذلك متأخر. هذا الموقع مثل ما قبل شوي راويتكم اياه بي 41 و154 الف مجلة، فأنا راح اختار subject area واختار منه الاختصاص. راح اقول له apply. شوف ايش قد صار العدد من 41000 صار 1247 1247. هذا طبعا هم هوايه بالنسبه لي، يعني هم هوايه العدد. فشو اسوي؟ اسوي فلتر من هاي الجهه. اول شيء اختار اريد المجلات اللي هي فقط تكون open access، يعني المجلات اللي تنشر بحوث تكون مفتوحه للكل، بس هنجي نشرحها هذه. ومثلا اريد اختار المجلات اللي هي Q1 Q2 Q3 كيفكم انتم شو تريدون. مثلا انا اختار Q2، المجلات اللي هي Q2 والسورس تايب شو تريدون، جورنال تريدون، بوكس تريدون، كتب تريدون، مؤتمرات، انا اختار جورنال. فهسه اقول له ابلاي، المفروض هذا العدد شوف ايش قد صار عندي، صار عندي 34، وين كان 1200 هسه صار 34. هنا هو شو يسوي هسه؟ مرتب لي اياها حسب أعلى سايت سكور، أعلى سايت سكور حتى بالمجلات. مثلا إذا دخلت على هذا، أو مثلا هذه،
هذه المجلة لا دخلت عليها ايش حيطلع لي؟ تطلع لي هذه الواجهة اللي هي واجهة سكوبوس. هذه الواجهة أول شيء يقول لي المجلة open access، لأن أنا اشتريت open access يعني حتى يصير البحث عليها سهل أخففها. وهنا أنا شو يقول لي؟ يقول لي سكوبوس كوبريج يير، هذه موجودة من 2012 لحد الآن. تو بريزنت لازم تكون عبارة تو بريزنت موجودة، هذه عبارة تو بريزنت على مود نعرف إنه المجلة لحد الآن موجودة ضمن قاعدة بيانات سكوبوس. إذا ما موجودة هذه العبارة مثلا شو يكتب لي؟ يكتب لي discontinued from scopus، يعني هذا المجلة خرجت من scopus. أو مرات شو يكتب لي؟ من فلان سنة لفلان سنة، مثلا من 2012 ل 2016 وهكذا. فأنا أعرف إنه هذه المجلة ما موجودة. عندي بعد مجلة ثانية بس أريد أراويكم إياها، هذه المجلة اللي هي هذه Indian Journal of Public Health and Research. بس مثلا إذا أخذ الـ ISSN مالتها، واروح اشيك اشوفها بقاعدة البيانات اللي هي هذه، نفتح واحد جديد حتى اقارن بين هذا وبين هذا، هو نفس scopus.com. اروح على sources نفس الشيء، هنا ايش راح اختار؟ راح اختار الـ ISSN، لان اني ISSN مال المجلة. طلع لي اياها اللي هي هذه المجلة، هذه بس هي Indian Journal of Public Health. اكثر الباحثين دائما يسألون عن هذه المجلة، شوفوا ايش مكتوب عليها from 2010 و 2019. هذه ملاحظة 2010 و 2019. بينما اذا اروح علما الى موقع الـ FJR، بس اروح لموقع الـ SJR اللي قلت لكم عليه، الموقع الثاني اللي هو ايضا تابع الى بيانات سكوبوس، هذا الـ SJR، هذا هو اللي اسمه Scientific Journal Ranking او الـ SJR. وايضا ادخل نفس الـ ISSN موجود، هذه طلع لي اياها المجلة. شوف شو يقول لي، هاي المعلومات مال المجلة بالنسبة مع الـ SAR، ينطيني country مالتها، subject area يعني شنو اللي حتنشر، الـ H index هذا، الـ publisher، الـ ISSN. شو يقول لي coverage؟ يقول لي من 2010 لحد الآن ongoing، يعني هذا اللي قصدت قبل شوية من قلت لكم الوزارة، وزارة التعليم العالي اللي هي العراقية ما تعتمد على الـ SJR، تعتمد على تحديث سكوبوس. فإذا المجلة شفناها موجودة هنا، هي هنا ongoing موجودة، لكن احنا بسكوبس هنا في بسكوبس شنو مكتوبة؟ من 2010 الى 2019، يعني من 2019 طلعت. اكو بعد طريقة ثانية نقدر نتأكد بيها انه هذه المجلة يعني حتى نقطع الشك في اليقين، اكو ملف اكسل دائما ينزل بين فترة والثانية اللي يبيه هذه التحديثات، يعني يبيه تحديثات المجلات، هي اصلا ايضا يطلق موقع سكوبس. اذا نجي نبحث عنها نلقاها موجودة، هاي اياها Indian Journal of Public Health Research and Development، هاياها موجودة وكل معلوماتها موجودة، وإنها هي خارجة عن سكوبوس. فعندنا طريقة إنه أول شيء نشيك المجلة بموقع سكوبوس اللي هو هذا، الشيء الثاني نشيكها بالإس جي آر، وإن شاء الله ثالثة حتى إذا أكو اختلاف بين هذا وبين هذا نقدر إنه إحنا نروح علما إلى هذا الملف الإكسل. أنا خليت لكم الرابط مالته موجود هنا، هذا الرابط هذا بالأحمر خليت لكم إياه، المود تقدرون تنزلوه، بس مجرد تضغطون على هذا الرابط هذا يطلع لكم الملف، وتقدرون تحملوه على حاسباتكم. ايضا هذا نفس المثال، هم نفس الحالة، لان هم مجلة طالعة من 2016 هاي. ما اريد اطول عليكم، بس هو مجرد على مود نعرف شلون المجلة اذا موجودة بسكوبوس شو يكتب، واذا ما موجودة شو يكتب، وشنو الفرق بيناتهم. نرجع إلى موقع سكوبوس، مثل ما قلنا من دخلنا على هذين المجلات وشفناهم. الشغلة المهمة اللي أريد نقولها على المجلة إنه لازم المجلة يكون بيها سايت سكور، هذا سايت سكور اللي هو باعتبار اللي طبعا اللي معيار المجلة أو
المقياس اللي يقيمون به المجلة نفسها. يعني شلون؟ يعني مثلا السايت سكور اللي يطلقه سكوبس، والامباكت فاكتور اللي تطلقه عفوا شركه كلاروفيت او تومسون رويترز سابقا، وهو رقم يمنح للمجله حتى يقيم المجله. هذا الرقم منين جاي؟ يعتمد عليه من على عدد البحوث الموجوده بالمجله وعلى عدد استخدام هذه البحوث كمصادر. يعني مثلا انا عندي بحث، هذا البحث نشرته بهذه المجله هي مستري اوبن، هذا المجله نشرته بها. اجى باحث ثاني وشاف انه ممكن انه يستخدم اي شيء من البحث اللي انا ناشرته، يستشهد بالبحث مالتي، يعني يكتب مثلا هذا البحث يعني يستخدمه كرفرنس. هذا الشيء يسمونه استشهاد او سايتيشن. سايتيشن يعني هو زار البحث مالتي واستشهد به واستخدمه كمصدر بحوثه. لما ينشر البحث مالته راح يطلع انه بالمنظمه قائمه الرفرنسز انه هو ماخذ من عندي هذا مثلا، ماخذ من عندي كان يكون تعريف معين او ريزلت معينه او دسكشن مثلا يقارن او اي شيء ثاني. المهم انه هو استشهد بالبحث مالتي والقى البحث بالمنظمه الرفرنس مالته، هذا يسمونه سايتيشن. فعلى العدد مالت السايتيشن الموجوده لكل مجله على عدد البحوث اللي موجوده يطلع لنا رقم، هذا الرقم اللي هو اسمه سايت سكور. ونفس الشيء بالنسبة للإمباكت فاكتور، مجرد الاختلاف إنه الإمباكت فاكتور تطلق شركة كلاروزيت أو بيانات قاعدة بيانات كلاروزيت أو الويب أوف ساينس، وسايت سكور اللي هو خاص بقاعدة بيانات سكوبس. بالنسبة للباحثين وبالنسبة لتعليماتنا إحنا في وزارة التعليم العالي العراقية إنه لازم ننشر بحوثنا المجلات تكون بها سايت سكور. إذا المجلات ما بها هذا الرقم فبحوثنا تروح تقييم، يعني يكون واحد يقيمها من جديد. فيفضل انه الارقام، يعني يفضل انه يكون اكو رقم معين، حتى لا من الصفر فما فوق، مثلا 0.05 مثلا كذا، مو الا يعني هذا الرقم، هذا رقم عالي يعتبره 2.2. فمن الصفر الى يعني هو من الصفر فما فوق اللي هو المجله تعتبر عندها سايت سكور. هذا كل ما يخص السكوبس. عرفنا شلون ندخل للموقع، عرفنا شلون نحدد البحث واختارينا الربع الاول او الثاني او الثالث، وايضا شفنا الجورنال اختاريناها، وشفنا شلون صار عندنا يعني صار فلتر للبحث مالتنا. قاعده البيانات الثانيه اللي راح نحكي عليها اليوم هي الكلاروزيت، او اللي اسمها الويب اوف ساينس او الويب اوف نوليدج. طبعا هي بالبدايه هو هذا الاي اس اي اللي هو او اسمه تم انتاجه بالاصل من قبل معهد المعلومات العلميه اللي هو كان تابع لشركه تومسون رويترز سابقا، والان اصبح مملوك الى شركه كلاروزيت اللي اخذتها بال 2016 ولحد الان. ايضا ممكن ان يسمونه اللي هو ويب اوف نوليدج، يعني اذا اريد نعرف كلاروزيت هي نفسها الويب اوف ساينس، او المرات يقول اي اس اي او هي الويب اوف نوليدج او هي تومسون رويتر هي نفسها، يعني هي وحده، هو هذا الاسماء كلها لها تابع. اكو هنا عندنا بالنسبه لكلاروزيت، بالنسبه لكلاروزيت عندنا شيء اسمه كور كولكشن. يعني شنو كور كولكشن؟ يعني مثلا المجلات اللي احنا مرات يعني ننشر بمجلات، هذه المجلات ما نعرف بيها امباكت فاكتور لو ما بيها. بالنسبه لموقع كلاروزيت مين يقول لنا هاي مجله بيها لو ما بيها؟ شو يسوي؟ ينطينا انديكيشن، مثلا شنو؟ عندنا ذني ثانيه، عندنا هذا اللي هو ساينس، هذا اول اثنين ذني ساينس سايتيشن اندكس اكسباند، وايضا عندنا سوشيال ساينس سايتيشن اندكس. هذول الاثنين اذا لقيناهم موجودات بالمجله، يعني تحت الاسم مال المجله، معناها المجله بها امباكت فاكتور. هسه هذول الاثنين، هذه ساينس سايتيشن اندكس اكسباند وسوشيال ساينس سايتيشن اندكس، هذه معناها المجله بها امباكت فاكتور. اذا لقينا تحت المجله الاسم مالتها ارت اند هيومانيتيز سايتيشن اندكس، معناها المجلة ما بيها امباكت فاكتور. وايضا emerge short citation index، ايضا المجلة ما بيها امباكت فاكتور. مرات نلقى الكوبس انه كيو 2 كيو 1، بس شنو؟ اجي القاها ما بيها امباكت فاكتور. موجودة هي بالويب اوف ساينس، موجودة هي كلاروزيت، بس ما بيها امباكت فاكتور. فيعني مو شرط المجلة تكون كيو 1 لازم امباكت فاكتور بيها، مو شرط اذا بيها كيو 2 وهكذا.
فهسه اذا اريد مثلا اجي او اخذ مثال على هذا الكلام، اول شيء اكو موقع هو يطلع لي، اقدر اني اطلع عنده الباص افتر. اول شغله انه نقدر ندخل للموقع هذا اللينك اللي هو ماستر جورنالست، او هذا الثاني عندنا هذا الاكزامبل الموجود هنا يمنه، هذا الاكزامبل حتى اعرف المجله بها انباكس فاكتور. راح اخذ الاي اس اس ان مال المجله وحتى اقارن لكم ويا مجله ثانيه حتى نشوف نعرف شلون عرفنا. اول شيء ايش راح اسوي؟ راح ادخل المن الى الماستر جورنال ليست، لانه هي هاي اللي تابعه للويب اوف ساينس، هذا ويب اوف ساينس ماستر جورنال ليست. ادخل على هذا الموقع، هاي الواجهة، هذا الواجهة مال الموقع. أول شيء يقول لي سيرش جورنال، أنا رأسا أخلي رقم اللي هو مال المجلة وأبحث عليه وأريد أشوف فيها إنباكس فاكتور لو ما فيها. هذا طلع لي إياها المجلة، يعني بدون أن أدخل. شوف هسه مثلا أكو فيو بروفايل بيج، أقدر أدخل أنا وبعد أشوف، بس أنا إذا أريد مثلا معلومات هنا جنرال انفورميشن، أول شيء راح أشوف البابلشر مالتها، الأي إس إس إن، الكاتيجوري هي شنو حتنشر. هاي شوف ايش كاتب لي، ساين سايتيشن اندكس اكسباند، اللي هن ذني اول اثنين اللي قلناها ذني، هذه ساين سايتيشن اندكس اكسباند، هذا اول شيء اللي هو لازم بيها انباكس، معناها المجله ما دام كاتب ليش معناها المجله بيها انباكس ساين سايتيشن اندكس اكسباند. هاي وحده اقدر بعد اتاكد انه هذه المجله فعلا بيها انباكس فاكتور لو لا. اكو هنا رابط، هذا الرابط موجود اللي هو هذا to find the back factor of journal. راح اسوي اني راح انسخه وادور بيه اشوف هذه المجله فعلا بيها back factor لو ما بيها. هذا الرابط هو نفسه، وراح اجيب نفس المجله اللي هي هاي، هذا الموقع اللي قلنا عليه اللي بي نشوف الامباكت فاكتور مال المجلة. انا استخدمت نفس الرقم المجلة اللي طلعتها قبل شوية اللي هي بي ويب اوف ساينس. هذه شوفوا هاي طلعت لي سنتر جورنال اوف اميونولوجي، بس راح اضغط عليه راح يطلع لي كل المعلومات الخاصة بالامباكت فاكتور مال السنين السابقة، حتى السابقة طلع لي هذا سنتر ريفرنس جورنال، هذا بالاخير راح يطلع لي الامباكت فاكتور ذني مال كل السنين اخر 2018 2019 هو هذا 1.5 بال 2017 1.9 وهكذا من دخول المجلة لحد الان طلع لي اياهم كلهم. فاذا تاكدت انه هذه المجلة بدون ما اروح لهذا الموقع، بدون ما اروح، مجرد اني اشوف هذه العباره اللي هي قلنا عليها ساين سايتيشن اندكس اكسباند، او اللي هي الثانيه اللي مخليتها اني هنا بالازرق، هاي معناها انه المجلات بها انباكس فاكتور. راح ناخذ مثال ثاني راح نشوف. طبعا هسه هذا الموقع هو نفسه اذا ادخل عليه، يعني اذا ادخل على المجله نفسها راح يطلع لي كل المعلومات الخاصه بالمجله، يعني اذا اقول فيو بروفايل بيج حيطلع لي هواي اشياء عنها، حتى السعر مالتها ايش قد، ايش قد تنشر بالسنة كذا، الموقع مالتها اقدر اوصل له منه وهكذا. انا هسه عندي مجلة ثانية، هسه مثلا انا عندي هاي هذه المجلة، راح اخذ الباك فاكت اقصد الاي اس اس ان مالتها وادور وراح اشوف شو يطلع لي عليها، ارجع على نفس المكان اللي هو السيرش مالت المجلة. هاي المجلة طلع لي اياها هو، مش قايلي صحيح هي موجودة طبعا، هذه المجلة موجودة بس شنو بها هاي العبارة Emerging Source Citation Index، واحنا قلنا هذا ذني الاثنين اللي هن بالاخضر، يعني معناها المجلة ما بها امباكت فاكتور. شوفوا هاي Emerging Source Citation Index، اقدر اروح اتاكد ايضا، اقدر اروح اتاكد اروح ذاك الموقع نفسه اللي هسه طلعنا بيه اشوف بها لو ما بها، اخذ الاي اس اس ان مالتها
روح على نسخة هنا. نسخة هنا راح تشوف كل شيء ما يطلع لي، كل شيء ما طلع لي بهذه المجلة. الصورة واضحة؟ الصورة واضحة دكتور؟ دكتور، دكتور اياد، الصورة واضحة؟ تمام. لا المجلة شلون اتأكد من عندها؟ ايضا اكو خاصية ثانية يوفرها لنا اللي هو موقع الويب اوف ساينس، عفوا الويب اوف ساينس اللي يوفرها لنا اللي هو راح ينطيني المجلة المناسبة للبحث. الصورة واضحة دكتور؟ عفوا. اي دكتور استمر استمر دكتور، هسه تغيرت الصورة، استمر. نعم دكتور. بسيط، أنا عندي هذا البحث، هذا العنوان هنا أخليه، وعندي هنا فد أبستراكت كلش بسيطة ماخذتها من البحث، أريد أشوف مجلات هو يقترح لي إياها الموقع، أخليها هنا، وأقول له فايند جورنال. جايب لي 42 ريزلت هسه هو. هو منطيني 42 ريزلت، انا ايش اسوي؟ انا اهم شيء عندي شنو بالموضوع؟ انه اريد المجله اذا فلارزيت، احنا بالنسبه لنا كباحثين واساتذه على وزاره التعليم العالي لازم بها انباث خاصه. يعني المجله اذا ما بها انباث خاصه يعني البحث اللي بيها لازم يروح تقييم. فش اسوي؟ هم اجي اسوي فلتر مثل ما سويت في الويب اوف ساينس. راح اجي اول شيء اذا اريد مثلا اوبن اكسس، انا بالنسبه لي بحوثي كلها اختار الاوبن اكسس على مود البحث مالتي يكون مرئي لكل الناس، كل الناس تقدر تشوفه وتقدر تنزله وتسوي له داونلود وتحطه باجهزتها الشخصيه. مقابل شنو الاوبن اكسس؟ مقابل انه ياخذون مقابل مادي من عندي. هذا فرق الاوبن اكسس. الاوبن اكسس ياخذون فلوس من الباحث لكن يخلونها فري، البحث يخلوه فري لاي احد يقدر يشوفه. فاني اختار شنو اريد؟ اول شيء بالبدايه اختار الويب اوف ساينس كفرج. يعني انا ايش اريد؟ اريد المجله بها انباكس فاكتور، قلنا بين الاثنين اللي هو ساينس سايتيشن اندكس اكسبان او هذا الثاني بيه انباكس فاكتور، وبين الاثنين ما بيه. فانا ايش اسوي؟ اختار الخيار اللي يمكنني انه لازم عندي انباكس فاكتور بالمجله. شوف ايش حيسوي هو؟ انطاني الريزلت هنا، انطاني اياهم، انطاني ذني المجلات، قال لي ذني بيهن امباكت فاكتور. بعد ايش اريد اني؟ اريد مثلا اختار اختصاص معين منه مثلا، او مثلا اريد اختار هذه الاوبن اكسس قلناها، هذا لازم نفتحها الاوبن اكسس منه. بعد شنو مثلا الفريكونسي؟ ايش قد تريدونها مثلا المجله؟ المجله ايش قد اريدها اني؟ يعني تنشر سنويا، تنشر اسبوعيا، تنشر مثلا مرتين بالشهر وهكذا. من انطيها مثلا فلتر حسب الموجود، مثلا انا هنا حسب الموجود هنا عندهم هم مجلات عندهم ذني اللي يطلع لي حسب الموجود. زين فيعني من انا اقدر؟ انتم تقدرون تجربون بيهم يعني تختارون المجلات، بس اهم شغله تختارون المجله اللي بيها انباس اكثر منها، لو هذا الخيار لو هذا الثاني اي واحد من عندهم، وتختارونها اوبن اكسس وتختارون منها من ذني الفرنس. مرات مثلا من تضبطون ما تلقون خيارات يعني الخاصه ببحثكم ما راح تلقون، فظلون تجربون بهن الى ان تحصلون على المجله المناسبه للبحث مالتكم. مثلا هسه خلينا نقول مثلا احنا هاي فرضا هسه انا استقريت على هذه المجله، فاني اكون اشوف الخصائص مالتها، راح يطلع لي اياها هو، راح يقول لي كل المعلومات عنها. هاي اول شيء قال لي ويب اوف ساينس كفرج او ويب اوف ساينس كور كولكشن اللي حكينا عليه اللي هو ساينس سايتيشن اندكس اكسبان، يعني هاي بيها انباكس خاصه. واذا اروح واخذ الاي اس اس ان مالت هذا المجله واكيك بذاك الموقع هم القى بيها انباكس خاصه، يطلع لي مالت السنين كلها. انا اريد ادخل على المجله نفسها من هنا بس اضغط على هذا يطلعني على المجله نفسها. الفريكونسي مونثلي، هاي كل شهر تنشر.
شو وقت دخلت يعني شو وقت نشرت أول سنة بال 2010 12 سيشور 12 فولدر بالسنة بعد أكو مرات طلع لي حتى أجور النشر يعني بعض المجلات حتى أجور النشر مالتهم تطلع يعني هذا هسه مثلا هاي ما بيها بس أكو بعضهم موجودة. هذا بالنسبة إلى موقع الويب أوف ساينس اللي شفناه يعني استخدمناه كحيكنا به مجلة معينة وأيضا استخدمنا به اللي هو لعدنا بحث معين مثل ما شفتوا دخلت الأبستراكت والتايتل وطاني مجموعة مجلات وكل كل واحد وكيفه يعني هو خياراته يعني شي يريد بعد هاي راجعة للبحث نفسه. هذا آخر شيء اللي هو الإمباكت فاكتور فور جورنالز هذا الموقع اللي قلنا عليه هذا اللي هي الواجهة مال هذا الكلاربيت نفس هذا اللي شفتوها. عندنا جورنال سيلكتينج تولز تقريبا نفس الكلام اللي حكيته بالويب اوف ساينس او بالكلاربيت. اذا انا عندي مثلا اذا اريد هسه عندي بحث وهذا البحث اريد لمجلة معينة نفس الكلام اللي حكيته به اخذ هذا اول موقع اللي هو جورنال فايندر اسوي هنا سيرش بدخل يعني رابط مال الموقع هذا هو جورنال فايندر. هنا اهم شيء يقول لي دخل عنوان البحث هسه اجي ادخل عنوان البحث دكتور واضحة صورة؟ واضح الصوت؟ نعم دكتور تفضل. نعم هذا هسه أول شيء paper title دخلته هنا راح أجي أخذ الأبستراكت تقدرون أنتوا يعني تقدرون أنا مثلا أخذت بس هاي تقدرون أنتوا تخلون كل الأبستراكت مثلا اللي عندكم راحتكم كل واحد بكيف أخلي هنا أسوي لها بيت هنا field of research شو تريدونه مثلا أنا أختار مثلا medicine أقول له find journal رح يطلع لي كل الجورنالز اللي هي ممكن تقبل البحث مالتي ممكن تقبل وش قد نسبة قبولهم للبحث مالتي. أول شيء طلعني ذني مثلا هاي المجلة Archive of Medical Research إيش قال لي سايت سكور مالتها 2.1 الامباكت فاكتور هلقد يعني هاي كلارزيت وسكور بس 2.2 الاكسبتنس ريت يعني معدل قبول البحث 13% التايم فور فير ديسيجن اول قرار ينطوني اياه يحتاج له 6 اسابيع بعد ما انه يوافقون على البحث يحتاج لي 7 اسابيع على مود ينشرون البحث تايم تو بابليكيشن. انا شنو اللي يهمني هنا؟ اللي يهمني هنا شنو؟ اللي يهمني اكسبتنس ريت ايش قد معدل قبول البحث يعني هو مو معروف المجله ودخل البحث بها وابقى منتظر وهي المجله نسبه قبول البحث بها ضعيفه فهذه المجله ما اتورطوا بها من البدايه لانه راح يرغبوه وهذا الشيء راح ياخرني يعني هذا كله تايم كونسيومر. فأنا شريد أريد أشوف مثلا هاي 13% أشوف بعد هاي 32% أشوف بعد من المجلات الأكثر ممكن تقبل بس هاي 40% حصلت بعد منه خل أشوف أقدر ألقي أكثر من 40 هذا 23 رجع نزل 26 يعني ما ألقي أكثر من 40% هذا هذه المجلة ما أقدر ألقي أكثر من 40% ما أقدر ما لقيت يعني حسب المعطيات اللي أنا مدخلة حسب البحث العنوان مالته حسب الأبستراكت اللي عندي أقدر بعد شو أسوي أقدر أسوي فلتر لهذا البحث نفسه يعني هذا السيرش نفسه أقدر أسوي له بحث شلون أسوي له بحث منها من فوق مثلا شو أريد أني أريد مثلا سايت سكور من 0 إلى 0 إلى أن أتليست واحد هنا أريد مثلا التايم فور فيرست ديسيجن مثلا واحد يقول أنا ما أقدر أنتظر مثلا 6 أسابيع أو كذا أريد خلال أسبوعين مثلا أنا أريد خلال أسبوعين يردون علي فمجرد أسحب هذه ويطلع لي أنتم بعد يعني براحتكم شو تريدون يعني أنتم تتحكمون بذني المتغيرات. بعد أكو شيء هنا اسمه أبليكيشن تايب شو تريدون المجلة تكون أوبن أكسس يعني المجلة تنشر بفوت وتاخذ فلوس من عندكم على مود تخلي البحث متاح للاخرين او تريدون جورنال والسبسكريبشن
يعني الجورنال اللي هي ما تاخذ فلوس من الباحث نفسه، لكن تاخذ فلوس من الباحثين اللي هم راح ينشرون البحث، يعني قصدي يحتاجون البحث. هذه المجله اللي هي جورنال، يعني انا خلي على الاوبن اكسس، يعني معناها انا راح ادفع الفلوس هنا، اتحمل تكاليف البحث على مود زين الناس تاخذ بحثي وتشوفه وتسوي له سايتيشن وهكذا. هذا ذا اوبن اكسس. اذا اريد ما اريد الاوبن اكسس هذه اضغط فيها اختار هذه انا السبسكريبشن. يعني شنو؟ يعني الجورنال اللي هي شنو؟ اللي هي يعني ما تاخذ من عندي فلوس بس تاخذ من الباحث اللي هو راح ياخذ البحث مالتي. شايفين انتم مرات احنا لما ندخل على بعض المجلات ونشوف انه بحث نلقى فيه بس ابستراكت، اذا اريد يقولوا لنا تعال ادفع $30 او كذا، هي هاي المجلات يسمونها سبسكريبشن. هذه المجله حسب البحث اللي انا قررته هنا حسب هذه المعطيات طلعت لي بس هاي المجله اللي تتناسب ويا بحثي. واني من اشوف نسبه اكسبتنس ريت بيها 12% انا ما اقدر اتورط ويا هيك مجله، يعني افضل اختيار غير مجلات ثانيه. هذا واحد من المواقع. عندنا بعد موقع اخر ايضا نفس الفكره نفس الشيء اللي هو هذا جورنال سجستر، نفس الفكره مالته، ايضا اخذ العنوان ونسخه. هم يقول لي المانسكريبت تايتل هاي ابستراكت جاهزه عندي بس اخليها هنا. هذا راح اخلي المانسكريبت تايتل واروح على العنوان. وايضا انطي سبجكت جورنال او جورنال. هذه ايضا نفس الشيء هم حينطيني، طبعا هم مصنف لي اياها من اعلى انباد فاكتور الى الاخير، ومنطيني التايم فور بيرد ديسيجن. اني اهم شيء عندي الاكسبتنس ريت، اني ادور على هاي، ما اريد الوقت، ما اريد اي شيء، اريد اشوف معدل قبول بحثي. مو مشكله انتظر الباحث، لازم ينتظر، لازم يصير عنده صبر، انتظر شهر شهرين مو في المشكله، بس اهم شيء عندي يقبلوه. يعني مو ارجع اعيد الخطوات. شوفوا هنا 55% حاصله اني على هاي المجله اكسبتنس ريت حتى بالمعطيات. بعد شوف اقدر احصل اكثر من هذا الرقم؟ اكو مجلات ما تنطي، يعني ما تنطي معلومات عن مثلا اكسبتنس ريت ما بها هاي، يعني هي ما تنطي الا واحد يتواصل وياها ويا المجله. ما اعتقد راح احصل اكثر من 55% اللي حصلتها، لا هاي 56 حصلتها. هذا 56% والتايم اول شيء اللي القرار الاول 22 يوم. خل اشوف بعد ايش عندي مجلات. ما عندي، عندي هاي هسه 56% اكسبتنس ريت، ادخل عليها يعني اذا يعني اتاكد ايش من عندها. هنا ايش يقول لي امباكت فاكتور مالتها، هل قد ال 22 يوم راح ينطوني اول قرار، ومعدل قبول البحث 56%. انا اشوفها يعني يعني هذا رينج جيد بالنسبه لي. هنا الشغله بها انه راح يطلعون الابلكيشن تشارج. شوفوا هنا ايش قد هنا بالدولار، 100,870 دولار، يعني تقريبا 20 ورقة. هذا اللي هو بالدولار الامريكي، وهنا باليورو هذا بابليكيشن تشارج. غالية هاي المجلات، شوفوا من الامباكت فاكتور مالتها معروفة، هذا شوية تعتبر غالية. طبعا هو واحد يقدر يتواصل وياهم يعني ويا الاديتر مال المجلة، ويقدر يعني حتى يخفض هذا السعر، هذا السعر يعني حتى يقدر يخفضه. هذا واحد. بعد عندنا ايضا موقع هذا جورنال جايد، نفس الشيء هم نفس الفكره، ايضا نروح النسخه. هذا نفس الحالة، هم يقول لي أريد التايتل البحث وأريد الأبستراكت، هذا التايتل. والأبستراكت هنا مثل ما قلت لكم الأبستراكت تقدرون أنتم تسوون كل شيء، يعني تقدرون تخلونها قصيرة تقدرون طويلة بكيفكم، حتى يصير يعطيكم بحث أكثر ولا حد يخاف. أكو بعض الباحثين يخافون يقولون هذه المواقع خاف بحوثها تنشرق أو تروح الفكرة. لا، شوفوا البحوث المن تابعه، شوفوا تابعه المن، يعني السيرش هذا الالسيفير
اللي هو معروف يعني، هذه تابعة لسبرينجر مثلا. هذا هنا جورنال جايد، ايضا هم انطاني هاي مجموعه من المجلات. امباكت فاكتور، السبيد، السبيد الساعه ما معروفه، الاوبن اكسس ما معروف مالتها، وهكذا. حتى انتم شنو اللي ببالكم تقدرون تختاروا. المهم هي الفكره اللي اذا تريدون مثلا تحددون مثلا السيرش ايضا منها امباكت فاكتور شو تريدونه، صفر يعني من صفر الى اكثر، تريدون بس الاوبن اكسس. هنا ناخذ المجلات اللي هي نقول عليها open access، يعني تاخذ فلوس من الباحث مقابل انه تخلي البحث مفتوح لبقية الباحثين. واي وحدة من هذه المجلات ندخل عليها ونشوف التفاصيل مالتها. هنا مثلا هسه هذه المجلة السبيد مالتها ويكس، يعني تقريبا من 10، من 9 الى 10 ويكس يقدر ينشر، هنا 12 ويكس وهكذا. حسب مرات ما موجودة معلوماتهم، ماكو هنا امام الا واحد يتواصل وياهم دايركت. هذا اللي هو جورنال سلكشن تول، عرفنا شلون سوينا اخذنا البحث مالتنا ودخلناه بين المواقع. اي واحد من ذني تقدرون تستخدمونه اضافه الى الكلاروفيت، موقع الكلاروفيت اللي يريدها فقط ويب اوف ساينس هناك يقدر يشوفها. هذه الصور للمواقع نفسها اللي هسه استخدمناها، نفسها جورنال جايد هذا اخر واحد وهكذا. عندنا بعد شغلة مهمة انه شلون نتعامل ويا البريديتوري جورنال، يعني الجورنال اللي هي احنا اخذناها و يعني استقرينا عليها، لازم نروح نعرف انه هي مو مجلة مفترسة. وهواية سامعين بالمجلات المفترسة، المجلات المفترسة هي المجلة اللي ما تتبع اصول نشر البحث العلمي، يعني من ناحية التقييم، المحتوى العلمي، من ناحية الانتحال، والهدف الرئيسي مالتها هو بس الحصول على الربح المادي فقط. هذه المجلات احنا شلون نكتشفها؟ اكو مواقع خاصة لها اللي هو هذا List of Predatory Journals، هذا اللي اسمه قائمة اللي هو Predatory Journals هذه. وايضا عندنا الموقع الثاني اللي هو البيلز، هذه البيلز ليست هذه جديدة. ذني اثنين اعطيني مواقع اذا نقدر هسه اذا اريد نروح ندخل عليهم، هم خلينا نشوفهم. هذا اللي Predatory، هذا بريديتوري ليست جورنال، هذني نقدر نبحث عنهن عن المجلة اللي احنا نشك انه هي تكون مكترسة. طبعا البحث هنا حسب الحروف الابجدية، مثلا هسه هي خلينا نقول انترناشونال جورنال مثلا، هذه على الاي، اجيب اشوف الاي وابحث اشوف وينها هي المجلة اللي انا اريدها وهكذا. مثلا هي بحث مالتها جي مثلا ار، الار مثلا ادخل على مجلات الار. اذا ما موجوده المجله هنا البريديتوري جورنال، اروح على اليمين على قائمه سولد اللي هي قائمه جديده اللي هي هذه ايضا بها ابحث عن المجله 100% حتى اشوف موقفها قانوني. هنا بس اضغط على جو ابديت، نفس الشيء هم مسويها حسب الحروف الابجديه. اللي ما موجوده المجله، اذا المجله ما موجوده لا بهذه القائمه ولا بالقائمه اللي قبلها، معناها المجله امورها قانونيه سيف، ما بيها شيء، ما بيها اي مشكله، نقدر يعني واحد ينشر بها. وصلنا علما الى الفري جورنال، هوايه من عندنا يردون فري جورنال، يعني احنا عندنا بحوث هواية أريد يعني ننشرها، بس التكلفة المادية مرات تصير مثل ما شفنا هسه 2000 دولار وأكثر، يعني ما أعتقد باحثين عندنا هيك يعني إمكانية إنه ننشر، لأنه هو مو مطلوب بحث واحد وها هي، لا هو بحوث المفروض من عندنا، إذا كل مرة 2000 و2000 لا ما نقدر. فأكو فري جورنالز موجودة ونقدر إحنا ننشر بها، هذه وحدة. هذا الرابط مالتها هسه ندخل ونشوفه. وايضا عندنا هذا اللي هو الرابط الجديد اللي خليته لكم، هذا مو حقيقه هو مو جديد، هو من زمان بس بين فتره وثانيه اشوف يصير عليه هم تحديث. هذا من المجلات اللي هي تكون موجوده بيمن بهذا الرابط، يسمونها مجلات الهايبر او المجلات الهجينه. هذه المجلات تنشر طريقتين، يعني تخير الباحث تقول له تريد تدفع فلوس على مود البحث مالتك يصير اوبن اكسس
كان بها تريد نفس المجلة ما تدفع فلوس وتخلي البحث مالتك مغلق وحقوق النشر كلها للمجلة نفسها، يعني هو كيف هالمجلة تنطيها للباحث ما تنطيها، ف يعني خيار خيارين. فإذا أريد الأول واحد، الخيار الأول فري جورنال، هذا هي هذا هو الموقع فري جورنال، هذا بس أدخله بالإنترنت يطلع لي، أجي من أنا أختار الخيار اللي أريده. مثلا أنا كتبت فارماكولوجي، تطلع لي مجلات الفارماكولوجي اللي هي فري. أنا شنو عندي لازم شو أسوي؟ هو منطيني معلومات، منطيني المعلومات، بس من شوية كتب هذا الموقع حقيقة المعلومات مو كلش دقيقة 100%. يعني مثلا أكو بعض المجلات طالعة متكوبة، هو شو يقول؟ يقول لي موجودة، يعني كبرج موجودة مالتها. بعضها مثلا ما طالعة، مثلا هسه هاي يقول لي من 2001 إلى 2012 بس هي موجودة، يعني شوية مو مضبوطة لكن هي فري. فيراد واحد شنو؟ يراد واحد يتأكد من عندها، يعني يتأكد من عندها بنفسه، نفس الطرق اللي استخدمناها، يروح موقع scopus.com ياخذ الـ ISSN مال المجلة نفسها ويشوف المعلومات الموجودة بها. هذا بالنسبة للموقع الأول اللي هو فري جورنال. هذا الثاني اللي قلت لكم اللي هو هذا جوجل درايف، هذا من المجلات، يفتح هو ملف مثل هذا، وهم خليت لكم الرابط موجود بالباوربوينت. هذه المجلات طبعا نقسمها حسب الحروف الأبجدية. ايش قايل؟ قايل هنا هايبر، يعني تنشر دائما بطريقتين. الطريقة الأولى أما تريدون مثلا واحد يقول للمجلة، يعني هو من البداية خيرون الباحث، تريدها open access تدفع $3000، تريدها يعني مغلقة أو يسمونها subscribe، هذه لا ما تأخذ من عندك فلوس، هذه لا تأخذ من الباحث اللي هو رح يجي يأخذ بحثك. فالباحث مخير. بس رح نروح للموقع، للموقع نفسه اللي هو اللي يبيع المجلات. هذا الموقع الأول يعني Free Journal. هذا أنا بحثت مثلاً عن Pharmacology، طلع لي هو هذني. أنا مثلاً أريد فرضا يعني اريد بيولوجي، اريد اي شيء، يعني مثلا اريد بيولوجي، فهو حيطلع لي شوف هاي هاي مال البيولوجي كيمستري اي شيء موجود. وقلنا ندخل على المجله نفسها زين ونشوف، بس شو اهم شيء عندنا؟ شو اهم شيء؟ ندخل على المجله ونشيك المعلومات، لان مرات معلومات مو دقيقه. يعني مثلا هو يقول سكوبس هذني موجوده، كاتب لي الحد هسه مثلا هاي الحد 2013 هذا، يعني جزء معناها طالعة. انتم مخيرين كل الحلول لكم وكيفكم، اي اختصاص الناس كتبوه تطلع لكم، ما عدا بحوث اللغة العربية ما جربتها. يعني كون تاخذون الرابط وتجربوها، ما جربت بحوث اللغة العربية، ما يعني ما تقدر منها، ما شفتها. هذا الاول. الرابط الثاني اللي قلنا عليه مال تدمين المجلات، اللي هو عبارة عن ملف، هذا الملف النسخة، بس مجرد أخلي الملف هنا حيتحول لي على جوجل درايف هو، وحينطيني القائمة مالتي. هذا هم خليت لكم الرابط مالتي، خافت هنا ما يفتح عندي إنه ها. شوف طبعا ده ينزل هو هذا الملف، هذا وياه هو ده ينزل، يعني رأساً ينزل لي. بس أفتحه، هذا الملف قدامكم، أنواع وأشكال المجلات، وطبعاً مصنفة حسب الحروف الأبجدية، أنواع كله موجود، كل شيء موجود، الأسعار موجودة، هذا تتواصلون مجرد ويا أصحاب المجلة أو أنتوا تشوفون، دخلون عليهم وشوفون مجلات تخيرك، تريد تنشر بفلوس، تريد تنشر ببلاش، بس تكون حقوق النشر لهم. أتمنى من عندكم أنه تكونون استفاديتوا من هذه المحاضرة، وشكرا جزيلا واعتذر على الأطالة. وإذا أكو أي سؤال تفضلوا اسألوا بالشات. شكرا جزيلا دكتورة ياسمين، شكرا جزيلا دكتورة ياسمين على محاضرتك. اخواني الاعزاء، اذا كنت هناك اي مداخلة او سؤال بامكانكم ان تسألون دكتورة ياسمين عن طريق الشات. تفضلوا.
تفضلوا اخوان اذا كان اكو سؤال. المحاضرة طبعا مسجلة أساتذتنا، مو نعم دكتور؟ دكتور مسجلة إن شاء الله نعم الحالة. نعم سجلناها وراح نرفعها على موقع الجامعة إن شاء الله موجودة على موقع جامعة الكفيل. إن شاء الله. إن شاء الله تجيكم، مو عن إيميل، على موقع جامعة الكفيل تدخلون وتلقوها إن شاء الله. أي سؤال تفضلوا. تفضلوا إذا كان هناك أي سؤال إخوان. رابط الجامعة، رابط الجامعة فقط تكتبون جامعة الكفيل يطلع لكم يعني بالموقع بالجوجل. هسه انا نزل لهم اياه دكتور. نعم نعم دكتور، هاي نزل لكم اياه دكتور بالشات وشوفوا. هو النت شوية ضعيف اليوم. على اليوتيوب؟ لا ماكو على اليوتيوب، على الجوجل. اي بعض الاحيان المجله تكون بسكوبس وما تكون موجوده بالاس جي ار، ما هذا حكينا عم قلنا الاس جي ار يتاخر بالتحديث مالته، فلذلك الاعتماد يكون على موقع بيانات سكوبس. اذا كانت النشر في المجلات اللي حسابه هي طبعا تعتمد معتمده، هي كلها معتمده، هي المجلات كلها لازم تكون معتمده، احنا مجرد انه المجلة نتأكد من عندها موجودة بهذه المواقع اللي قلت لكم عليها ونشوفها انها ما موجودة بالبريديتري جورنال، لكن بس هي معتمدة سواء كانت تنشر بفلوس ولا مو بفلوس، ما لها علاقة يعني. ها تدمج الافليشن وتدمج، ما يصير اثنين افليشن، لازم واحد. اللي عنده مشكلة بالكوبس وعنده يريد الافيليشن لازم يراسل الكوبس واحد، يصير شلون يصيرون اثنين؟ لازم واحد، تختارون واحد اللي انتم عليه حاليا. لماذا لا يتم نشر المجلات العراقيه؟ لان المجلات العراقيه مشكله بيها انه البحث لما واحد يريد يترقى راح يطلبون من عندنا تقييم، يعني البحث لازم يتقيم وهذا فشي اخر الباحث. تدرون يعني بعض الباحثين شويه مستعجلين يعني ما يريد ما يقدر ينتظر، فلذلك يفضل انه ينشر مجلات سكوبس، لان ها تدمج اليوزر نيم نفسه. اي تقدر تراسل موقع بيانات سكوبس وتقول لهم هذا الحساب الي، اكو احد الباحثين عنده 3 حسابات وما معروف كان الحساب مالته، المنفي عادي راسل بيانات سكوبس وقال لهم هذني كلهم الي، فعادي يدمجوها لكم. البحث المنشور بمجلة مفترسة ينفع ينشر في مجلة أخرى؟ هو منشور بعد شلون تنشروه؟ ما يصير، لا ما يصير، بعد راحت يعني، ها لازم تشمل غير بحث، بعد ما يصير لأن هي حتى لو مفترسة. المحاضرة إن شاء الله تكون على موقع جامعة الكفيل. نعم نفس الصيغه بالنسبه للاختصاصات الانسانيه، نفس الشيء Q4 تقطع للتقييم. لحد الان ماكو هيك تعليمات، هاي اجتهادات اخواننا الاعزاء، لحد الان ماكو. البحوث اللي منشوره بالمجلات المفترسه لا يمكن اعتمادها، لانه اجى تحديث بها اكثر من مره من وزاره التنميه الماضي، وانطوا هذني اللي هسه قلت لكم عليه البريديتري اللي شفتوهم المواقع والبلز، المجلة إذا كانت فيه ممنوع. إن شاء الله إن شاء الله أسوي لكم محاضرة على كيفية إرسال البحث إن شاء الله. لا البحوث اللي موجودة بيانات سكوبس ما تتقيم، لا تخضع للتقييم. عند مراسلة المجلة صيغة معينة؟ لا هو ماكو صيغة معينة، بس احنا اذا نريد نحكي بهذا الموضوع، طبعا هو موضوع طويل، بس اذا نريد نحكي بانه وحدة من ضمن الشغلات من تدخلون على المجلة راح يطلعوكم في شيء اسمه instruction of author او for author، يعني الارشادات لل يعني للباحث،
فمن يشوفون انتم هاي الارشادات للبحث راح يتعرفون على المجله ايش قد يعني الستايل مالتها الفورم مالتها كله موجود كل شيء موجود ولا عندكم اي اسئله تقدرون تراسلون بها هم يخلوا لكم ايميلات خاصه تتواصلون وياهم ويجاوبون راسا. البحوث المنشوره في مجله سكوبس ضمن مؤتمر هل تقيم؟ لا لا تقيم لانها منشوره بسكوبس. ايميلي ايميل الايميل مالتي ياسمين دوت الامري هسه اكتب لكم اياه دكتور ولو زحمه تقدر تكتبه بالشات؟ خل اكتب. اي دكتور. عندك دكتور لو اكتبه؟ دكتوره ياسمين؟ اي نعم موجود بالاسم مالتي اذا تدخلون على التندنس هذني تلقون ياسمين مكتوب الايميل. ياسمين دوت الامري ات الكفي دوت اي دي يو دوت اي كيو. إذا خرجت المجلة من سكوبس بعد نشر البحث، سهل يحسب البحث للترقية تلك الفترة؟ يعني هاي أول شيء سؤال هو تابع لجنة الترقيات، بس على ما أعتقد أنه يسوون في شيء يسموه اعتمادية مجلة، يعني هذا شيء موجود بأكثر جامعات العراق، أنه حتى يضمن الباحث حقه يسوي اعتمادية مع المجلة، وراء خط تطلع المجلة من سكوبس، ذاك الوقت اللي هو استلم به البحث وكانت موجودة، فما تروح عليه. كيو 4 معتمدة، إيه المجلات كيو 4 معتمدة. الاعتمادية تكون موجودة حسب الكل يعني حسب الجامعات، جامعة بغداد موجودة وواي بها ذاك اليوم قبل فترة حتى إلكترونية سووها. الاعتمادية يقدمون طلب للشؤون العلمية ويسوي لكم اعتمادية مال المجلة اكو فورمة خاصة تلملي يعني الباحث من يجي قبول نشر يروح للشؤون العلمية يقدم هذه يعني مثلا يقول لهم انا حصلت قبول نشر من هذه المجلة يدققها الشؤون العلمية يدققوها وبعدين يشوفون موقفها يعني القانوني سواء كانت مفترسة لا كذا وراها يعطوكم اعتمادية يكتبون انه هذه المجلة معتمدة لهذا الشخص. في حال قدم ترقية بأي وقت من الأوقات وطلعت المجلة من سكوبس حقه ما يروح. حسب الجامعات الكيو 4 بالنسبة لكتاب الشكر حسب الجامعات كل جامعة وكيفها. بس هي موجودة المفروض يعني حسب كتاب الوزارة موجود كتاب شكر يعني ينشر الكيو 4. المجلة الواحدة تقدر تنشر بها أكثر من بحث إذا كان بعددين مختلفين وتقبل بالترقية. المحاضرات إن شاء الله كلها تنشر على موقع جامعة الكفيل. نزل لكم دكتور أياد الرابط مالة الموقع موجود؟ نعم نزلت رابط موقع الجامعة ورابط تسجيل. نعم. اخواني اذا اكو اسئله بعد نكتفي بهذا القدر دكتوره براحتكم دكتور شكرا جزيلا اساتذتي الافاضل على حضوركم لهذه الورشه العلميه شكرا جزيلا دكتوره ياسمين على المعلومات القيمه ورحابه الصدر اللي ابديتيها في تقديم هاي المحاضره الكثير من الاخوان اتصلوا بي عن طريق الهاتف دكتوره ياسمين يشكرون من هاي المعلومات القيمه اللي قدمتيها ان شاء الله الله يجعلها في ميزان حسنات اعمالكم اخواني الاعزاء ان شاء الله نلتقي واياكم ان شاء الله بمحاضرات اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته